أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميت. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون. هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا وساعدنا بإيدنا نطورة. بسم الله على الله توكل، حددنا هدفنا وسكتنا، بإيدينا احنا هنزرع عقلنا، واللي بينوي بجد بيقدر لما يهل الخير ده ويكتر. نملك قوتنا وحريتنا، حددنا هدفنا وسكتنا، بإيدينا احنا هنزرع عقلنا، واللي لما يهل الخير ده ويكتر. نملك قوتنا وحريتنا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. النهاردة الحقيقة حبينا ننقل لكم نماذج وتجارب جديدة من على أرض الواقع، حلقتنا بالكامل ميدانية. هنبدأ بيها بتقرير مهم من قرية دلاتون بمحافظة المنوفية وزراعة محصول مهم جدا مصر متميزة فيه. هذه القرية هي تحتل المرتبة الثانية في زراعة القلقاس في مصر، لكن الجديد هو تجربة بالقلقاس، تجربة بالسماد الحيوي لمحصول القلقاس. الحقيقة مستمرين معاكم في دعم الزراعة النظيفة ونقل التجارب الناجحة في الزراعة النظيفة للدكتور محمد فتحي سالم. هذه التجربة هنشوف بالأرقام مع الدكتور هشام صلاح المدير التجاري لشركة رويال جرين تكنولوجي التي يرأسها الدكتور محمد فتحي سالم، نموذج جديد في زراعة القلقاس بالسماد الحيوي. هنشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية في مفاجأة إن شاء الله هتتبسطوا منها، وتابعونا في برنامج من سيزرع المليون. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في برنامج من سيزرع المليون.
من قرية كبيرة، قرية دلتون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. معنا لقاء خاص مع الدكتور هشام صلاح المدير التجاري لشركة رويال جرين تكنولوجي للدكتور محمد فتحي سالم عن جدوى اقتصادية لأحد المحاصيل اللي بيتم فيها استخدام السماد الحيوي مقارنة بالزراعة التقليدية في هذه القرية. دكتور هشام أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ شعبان، ونورت المنوفية وقرية الدلتون شبين الكوم. ربنا يخلي حضرتك يا رب. يعني الحقيقة تجارب كتير شفناها في تم فيها استخدام السماد الحيوي، ولكن هذه التجربة لها طابع خاص فيما يخص الجانب الاقتصادي. حسب ما اتكلمنا مع زارعين في تقارير سابقة قالوا ان التكلفة بتاعتها مقارنة بالجدوى الاقتصادية او مقارنة بالناتج كبيرة جدا، يعني التكلفة قليلة مقارنة بزراعة تقليدية والانتاج بتاعها عالي، وبالتالي فالربح اعلى بيوصل حوالي 300,000 جنيه حسب كلام المزارعين. عاوز من حضرتك تقول لنا او تقول للساده المشاهدين خاصه المزارعين دراسه جدوى بسيطه لزراعه القلقاس او زراعه المحاصيل بصوره عامه باستخدام السماد الحيوي. طبعا القلقاس يعتبر من المحاصيل المهمه اللي بتتصدر بره مصر. انا بتكلم ليه بنصدر بره مصر؟ طبعا عشان بس ما حدش يقول احنا كل اتجاهنا للتصدير، لا، سوق محلي وتصدير. اللي بيظبط دايما السوق المحلي هو التصدير، ففي عمليه توازن ما بين العرض والطلب. لو انا ما عنديش امكانيه ان انا اصدر بره مصر يبقى عندي المحصول هيحصل فيه مشكله، هيحصل فيه ضرب في الاسعار. فعندي الميزه التصديريه ان هي بتعمل عمليه ان انا اضبط السعر للمزارع او الفلاح بحيث ان هو يبقى عنده ده عنده مردود اقتصادي بعد ما زرع الزرعه دي. بتقعد تقريبا موسم كامل، بتقعد موسمين. طبعا بتعدي السنه، يعني حسب احد المزارعين بيقول تمام، يعني بيعتبر في عرف الزراعه يعتبر موسم، يعني حتى لو دخلنا في الموسم الثاني. يعني دي تعتبر من مميزات ان احنا نطلع لهم منتج صحي امن خالي من المبيدات المسرطنه، خالي من اي مبيدات كيماويه محظوره طبعا. واحنا كمان عارفين ان المزارعين بيعاني من استخدام الاسمده الكيماويه والمبيدات الكيماويه انها بتاثر على الزرع، على الزرع الخاص بيه، فبالتالي هيحصل عنده مشكله في عمليه البيع. كمان عاوزين احنا شعار شركتنا ان احنا نعمل غذاء صحي وامن لجميع المصريين اولا، وبعد كده لما نقدر نعظم عمليه التصدير او نقدر ان احنا نطلع شغل بره مصر ان احنا نقدر ننافس اي دوله بتنتج نفس المنتج بتاعنا. طب لو هو عاوزين لغه الارقام، يعني في النهايه المزارع بيقتنع بحاجه واحده هي التكلفه والربح في النهايه من المحصول اللي هو هيزرعه، خاصه ان احنا عارفين كلنا ان الاراضي الزراعيه دلوقتي زي ما بيقول الفلاحين ما بيش جايب همها، وبتعرض المزارعين كتير لخسائر كبيره، ولو في انتاج فيدوب بيغطي التكلفه. احنا يعني عاوزين نتكلم مع حضرتك على الارقام الخاصه بالتكلفه والخاصه بالانتاج وهامش الربح اللي ممكن يحققه فدان او اكتر او اقل باستخدام الزراعه الحيويه. طبعا ده سؤال ممتاز يا استاذ شعبان، لان طبعا كل الناس بتتعب عشان يكون عندها مردود اقتصادي. فاحنا لو حسبنا ان الفدان الكيماوي بيجيب حوالي من 15 ل 18 طن، الفدان الاورجانيك بين 25 ل 30 طن. طبعا الرقم ده او الفرق في الكميات ديت نتيجه ان انا بشتغل على خصوبه التربه اساسا، ان الاسماد الحيوي نوفا بلس بيشتغل على خصوبه التربه اساسا. بعد كده بستخدم رش ورقي، رش الورقي ده بيساعد بيحافظ على نضاره الورق بتاع النبات، وبالتالي يكون عندي ان المردود او النمو الخضري ده كله بيصب فين؟ بيصب في الحبايه، حبات في الضرنه بتاعت في الضرنه بتاعت القلقاس. طبعا احنا عندنا رش ورقي، لو تلاحظ ان الملمس بتاع ورقه القلقاس تحس انها عامله زي الووتر بروف، يعني ما بتمسكش الميه. طبعا اي سماد اي كماوي عمره رش ورقي مش واقف عليه. احنا الحمد لله ميزه الاسمده الرش الورقي اللي هو النوفا كي ان هو يقدر يمسك هنا في الميزه بتاعته، فبالتالي هنقدر نسمد القلقاس عن طريق الرش الورقي، وكمان هنبقى نخلي النبات ده صحي ويخلي النبات ده يقدر يقوم بعمليه التمثيل او البناء الضوئي. طب الربح، طيب يعني هامش الربح، طيب يعني بالنسبة يعني بالنسبة هو المزارع بنفسه قال انه الرقم ممكن يوصل 3000 الفدان. بالنسبه للربح، الربح للفدان الاسمده الكيماويه تقريبا 4000 جنيه للفدان، 4000 جنيه للموسم كله، يعني احنا لا نتعدى 2000 جنيه. و2000 جنيه تكلفه تكلفه 2000 جنيه الكيماوي، 4000 جنيه من 4 ل 5 كمان. وكمان الكيماوي زي ما قلت لك من شويه من 15 ل 18 طن، احنا من 25 ل 30 طن. طب حضرتك لو ضربت من 25 ل 30 طن
سعر ال يعني لو الناس بنجيب، لو بنجيب 100,000 جنيه من الفدان فممكن نجيب 130,000 جنيه من اكتر كمان. انت لو حضرتك حسبت الفدان الطن متوسط القياس تصدير حوالي 5000 جنيه تقريبا الطن، بيوصل ساعات في اوقات 7000 جنيه. فانت لو ضربت 5000 في 25 طن او في 20 طن هديك رقم مهول طبعا، يا رب ال 200,000 جنيه كمان يعني. والحقيقه انا بشكر حضرتك جدا دكتور هشام صلاح من قريه دلتون بمركز شبين الكوم بالمنوفيه، شكرا جزيلا لحضرتك. واحنا اتشرفنا بيك يا استاذ شعبان وبالفريق المعاون ليك، وان شاء الله تتابعونا في نجاحات كتير في اي مكان في مصر احنا شغالين فيه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا يعني نتمنى من المزارعين خلال الفتره الجايه التوسع في زراعه او الزراعه بالاسمده الحيويه. شفنا محصول زي محصول القلقاس من اكبر قريه في مصر، ودراسه جدوى ليه انتاج بيصل لحوالي اقل من الضعف او نصف الضعف بشويه، تكلفه اقل من النص، فيعني التكلفه مقارنه بالزراعه او بالربحيه بتكون قليله جدا من الزراعه التقليديه. نتمنى خلال الفتره الجايه يكون في توسع في الزراعه الحيويه ويكون في دعم من الدوله لهذه الزراعه. شكرا جزيلا لكم. أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع الميلون. شفنا تجربه مهمه جدا في زراعه القلقاس في بسي عماد الحيوي الدكتور محمد فتحي سالم، وكمان معانا نموذج جديد ومشروع مهم جدا في منطقه استثماريه واعده وهي منطقه وادي النطرون. المشروع هو انشاء عاصمه زراعيه جديده لشركه افرولاند لاداره المشروعات اللي بيراسها الاستاذ عادل زيدان. هذا المشروع اللي بيتم على مساحة 1000 فدان مبدئيا، بيشمل زراعة زيتون، بيشمل حفر آبار، بيشمل طاقة شمسية لمساحة 300 فدان، بيشمل كمان مصانع لتخليل الزيتون، ومشروع استثماري على مساحة 10 أفدنة بيسع 1000 رأس ماشية. هنشوف هذا المشروع في تفاصيل خاصة وحصرية لبرنامج من سيزرع المليون، ولقاءات من أرض الواقع من منطقة وادي النطرون مع الأستاذ عادل زيدان رئيس شركة أفرولاند لإدارة المشروعات.
مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من سيزرع المليون. زي ما وعدناكم الخميس الماضي حلقه خاصه من قلب صحراء وادي النطرون ومشروع العاصمه الزراعيه الجديده، احد مشروعات شركه افرولاند لاداره المشروعات. في لقاء خاص دلوقتي هيكون معانا الاستاذ عادل زيدان رئيس مجلس اداره شركه افرولاند لاداره المشروعات علشان نعرف مراحل انشاء العاصمه الزراعيه الجديده. استاذ عادل اهلا بحضرتك في برنامج من سيزرع المليون. اهلا بسعاده الشبان واهلا بكل الساده المشاهدين. حضرتك النهارده احنا في العاصمه او في مشروع العاصمه الزراعيه الجديده وشايفين شغل جبار جدا، سواء شغل انتهى بالفعل وشغل جاري العمل فيه. عاوزين نعرف من حضرتك يعني مراحل انشاء مشروع العاصمه الزراعية الجديدة، أحد مشروعات شركة أفرولاند لإدارة المشروعات. والله هو المشروع بتاعنا أصلا ينبثق من رؤية السيد الرئيس ورؤية الدولة المصرية في إنشاء مجتمع زراعي عمراني صناعي جديد. تمام؟ فأول حاجة بتنشئها هو المجتمع الزراعي. تمام؟ فطبعا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه من طين أو خلقه من الأرض يعني ونفخ فيه من روحه، فخلقه من طين، الطين ده ميه وايه؟ تربه وايه؟ تربه وميه، تمام؟ ونفخ فيه من روحه. طب ليه خلقه من طين؟ عشان يعمل علاقه بينه وبين الارض، عشان ينشئ بيئه من صنعه تحتوي ايقاعات حياته ونبضات وجوده. فعلى مر التاريخ اماكن وجود الابار هي اللي بتقوم عليها الحياه البشريه، يبقى المجتمعات الزراعيه اساسا تقوم على اماكن وجود المياه سواء ابار او انهار. معايا حضرتك؟ وتقوم عليها المجتمعات الزراعية، ثم تقوم المجتمعات العمرانية على المجتمعات الزراعية، ثم تقوم المجتمعات الصناعية على المجتمعات الزراعية والعمرانية. فاحنا في أول مرحلة في إنشاء المجتمع الزراعي بالعاصمة، مشروع العاصمة الزراعية، هو أول مرحلة هي مرحلة حفر البير. الحقيقة احنا بنحفر البير زي ما سعادتك شايف بأيسون أو قيسون بلدي، وده ليه دلالة. الدلالة دلالة وجود الأيسون مش البريمة إيه؟ إن الأرض دي أو التربة دي تربة رملية حنينة على ابنها اللي هو الزرع اللي حضرتك شايفه ده. يعني معناه إن طبقات التربة طبقات كلها طبقات رملية، يعني طبقات حاملة للمية. تمام؟ مش ما فيهاش أي بزلت أو أي حجارة بتقابلنا وإحنا بنحفر، أو صخور عموما يعني. تمام؟ لا صخور ولا بزلت. فده لما بنبقى فيه بازلت او صخور بنحتاج لبريمه. تمام؟ لكن هنا احنا بنحفر بقيسون، ده معناه حاجات كتير. اولا زي ما قلنا التربه تربه رمليه خالصه ما فيهاش صخور نهائي، معناه انها طبقات حامله للميه، معناه انها وش الميه فيها قريب جدا. فوش الميه عندي هنا 70 متر، بننزل 200 متر، يعني عندي 130 متر مكعب ميه، 130 متر تحت عمق فيهم حاملين للميه، فيها الرمل حامل للميه، طبقات التربه حامله للميه. الوش 70 متر الاولانيين دول لصرف الميه بتاع الزراعي، صرف الميه الزراعي. يبقى انا عندي 70 متر كافيين عشان الارض ما تطبلش، بنصرف فيها ميه الزراعه اللي حضرتك شايفها دي. تمام؟ فدي كده يبقى الارض دي جيده الصرف، للصرف الزراعي. تمام؟ عشان ما تطبلش وتملح وتبوظ النبات. ومعناه ان عندي وش الميه هنا قريب، وش الميه على 70 متر، ان طبقات التربه ما فيهاش صخور. دي اول مرحله اللي هي مرحله حفر البير. مرحله حفر البير يليها بعديها قبل المرحله التاليه كمان التكلفه. يعني هل هناك دلالات لان احنا بنحفر بالقيسون على ان ده تكلفه اقل بالنسبه للمستثمر اللي ممكن يستثمر في هذه المنطقه طبعًا ولا لا؟ طبعا هنا اولا بالنسبه للتكلفه، تكلفه الاستصلاح في المنطقه هنا في وادي النطرون تكلفه الاستصلاح اقل من مناطق كتير جدا. اولها ثمن الارض هنا الملك او الملك لا يزيد، تمام، يعني بيبدا من 100,000 جنيه عقد من جهه صاحبه الولايه سواء الهيئه او المحافظه. تمام؟ وده تم تسهيله من قبل الدوله باصدار القوانين اللي نهت كثيرا، انهت البيروقراطيه في مصر تماما، فبقى في سهوله في اصدار العقود من محافظه البحيره والتملك من هيئه التنميه الزراعيه او عن طريق شركه الريف المصري. فهنا الفدان الملك بيبدا من 100,000 جنيه، ده رقم واحد. اتنين، حضرتك هنا في المكان حفر البير بالايسون تكلفه الحفر قليله طبعا مقارنه بمناطق ثانيه. لما بحفر بايسون سعر المتر بيكلفني حوالي 700 جنيه حفر، يبقى حفر ال 200 متر هنا بيكلفني 140,000 جنيه،
بالإضافة للمواسير اللي أنا بنزلها، بنزل 200 متر بس، فبنزل مواسير تكلفة المصور المتر المواسير حوالي 500 جنيه، يعني ال 200 متر حوالي 100,000 جنيه مواسير، يبقى دي 100 و140، دي 240. ضيف على ذلك الغاطس اللي بينزل عندي اللي هو ال 100، اللي هو الغاطس ال 100 حصان اللي بينتج لي 100 متر مكعب ميه في الساعه، تمام؟ ال 100 متر دول او ال 100 حصان دول تكلفتها حوالي 120,000 جنيه. 120 وعندي 140 تكلفه ايسون، يبقى دي 260، وعندي 100 مواسير يبقى دي 360,000، وعندي ادي 360 كده حفر، وعندي 40,000 جنيه هي اوضه المحول واوضه الطرمبه والقاعده الخرسانيه، يبقى دي 400,000 جنيه. دول انا بقى عندي بير، يبقى الفدان، لان البير ده بيروي 100 فدان، يبقى الفدان بيكلفني 4,000 جنيه. خط الميه الرئيسي اللي هيوزع على الباقي بيكلفني للفدان 1,000 جنيه، يعني 100,000 جنيه بقى عندي محبس ميه على راس الارض، يبقى الفدان بيكلف 5,000 جنيه. قله التكلفه كمان بتبان في ايه؟ في خط الكهرباء اللي حضرتك شايفه ده. النهارده الدوله عشان تسهل علينا دخلت لنا كهرباء في المكان ده، واللي ما عندوش كهرباء يدخل طاقه شمسيه. المنطقه هنا فيها كهرباء زي خط الكهرباء ما حضرتك شايفه هنا اهو موجود. انت جنب طريق الوادي النطرون العالمين، بينك وبينه هنا 5 كيلو، انت داخل من اسفلت وانت على اسفلت. جنب منك مدينه النوبريه الجديده، جنب منك مدينه وادي النطرون، جنب منك مدينه النوبريه القديمه، جنب من حضرتك مدينه السادات هنا. فالمنطقه هنا فيها كهرباء عشان تكلفه، نقلل تكلفه الزراعه معايا حضرتك. فهنا يعني ادي البير بعد ما بيخلص بندخل تكلفه الكهرباء هنا على الفدان تقريبا حوالي 10 ل 15,000 جنيه. وده بيقلل ده علشان تدخل الكهرباء، عشان تدخل الكهرباء. فدي اول، لازم تبقى ارضك ملك، تعمل رخصه البير، تروح تدخل الكهرباء. ففي الاجراءات سهله جدا جدا، الدوله مسهله. تكلفه قليله جدا يعني جداً مقارنه باماكن ثانيه، في اماكن ثانيه. ولذلك الدوله، يعني انا النهارده تكلفه الفدان هنا بزراعته تكلفني 150,000 جنيه. طبعا قيمه الارض نفسها اللي هي الارض، ثمن الارض نفسه ده مخزن للقيمه، زي ما تكون حاطط فلوس في البنك بتزيد كل سنه بواقع من 10 ل 15 ل 20% كمان حسب القيمه المضافه اللي انت بتعملها في الارض. ممكن اكتر، خاصه ان في تطوير مجتمعات كتير بالظبط، في مجتمعات عمرانيه هتتعمل في المكان، هتقوم اصلا على الزراعه اللي احنا المجتمع الزراعي اللي بيتعمل ده. فاحنا هنا شغالين تكلفه الزراعه زي ما قلت لحضرتك ال 100,000 جنيه دول معروفين ان هم دول مخزن للقيمه. التكاليف الثابته اللي هي حفر البير والخط الرئيسي واستصلاح الارض وتسويتها وتجهيزها والشبكه الفرعيه وحفر الجور ووضع الكمبوست والمطهرات والمغذيات والاسمده الكيماويه وزراعه الشتله، دي كلها تكاليف ثابته بتكلفني حوالي 50,000 جنيه. تمام، 50,000 جنيه بيبقى انا التكلفه الثابته هنا 50، اللي هي دخول الكهرباء وحفر البير وتركيب طرمبة الأعماق وتشغيلها وخط المياه الرئيسي وإصلاح الأرض، حفر الجور، وضع الكمبوست والتسميد ووضع الشتلة. لحد كده تكاليف ثابتة حوالي 50,000 جنيه بالكهرباء معايا حضرتك. يبدأ بعد كده عندي رعاية لمدة 3 سنين عبال ما ينتج لي الزيتون ده ويبدأ يبشر عندي معايا حضرتك. السنتين اللي هم السنة الثالثة والرابعة والخامسة، الثلاث سنين دول بيجيبوا لي التكلفة الرئيسية اللي أنا دفعتها لهم ال 50,000 جنيه بالإضافة لتكلفة الرعاية خلال الفترة دي، بيجيبوهم لي الثلاث سنين دول. البشاير تجيب لي حوالي 700 كيلو في الفدان في السنة الثالثة، تالي رابع سنة بيجيب لي حوالي 2 طن في الفدان، خامس سنة بيبقى عندي حوالي 4 طن في الفدان، لو قلت 4 طن في السنة الخامسة و2 طن في السنة الرابعة يبقى دي 6، وعندي قول طن في السنة الثالثة يبقى ده عندي كده كام؟ 7 طن. استرداد ل 50,000 جنيه ب 70,000 جنيه استرداد للتكلفه الاساسيه زائد 20,000 جنيه. ده في زراعه الزيتون. طبعا الزيتون هنا من يعني يعتبر افضل زراعه في تتحمل الميه اللي هنا وتتحمل الارض، وافضل محصول اقتصادي في وادي النطرون علشان حتى المنطقه الصناعيه اللي في وادي النطرون. واحنا كمان هنا هنوري لحضراتكم مصنع الزيتون اللي احنا عاملينه، مصنع زيت وتخليل هنا. فمشروع العاصمه الزراعيه الجديده هنا قائم اصلا على زراعه الزيتون في المقام الاول، مع انه الارض هنا تزرع محاصيل، تزرع خضروات جميع انواع الخضروات، تزرع جميع انواع المحاصيل الحقليه زي القمح والشعير والذره وكل حاجه، وتزرع في الاشجار نخيل بكل انواع، برحي ومجدول وصقعي وكل انواع، تزرع زيتون
تزرع رمان، تزرع جوافة، تزرع كمثرى، تزرع مانجا على أصل سكري، معايا حضرتك؟ تمام؟ فهنا الأرض تزرع كلها، ولكن المحصول من حيث التكلفة، أنا في الآخر لما بزرع عايز تكلفة، عايز أقلل التكلفة، وعايز يكون العائد على الاستثمار عالي، تمام؟ فلما باجي واخد الفدان ب 100,000 جنيه ملك، وأعمل تكلفة أساسية 50,000 جنيه، بوقف عليها ب 150,000 جنيه، ال 100,000 جنيه دول كأن حاططهم في البنك بيزيدوا زي البنك، وال 50,000 جنيه دول هم التكلفة الثابتة بتاعتي، اللي هي القيمة المضافة اللي اتحطت للأرض وبتعلي قيمة الأرض وبتغلي الأرض وهي كمان بتزيد، لأنها بتنمو، الشجرة بتنمو فبتزود مادي في أرض مزروعة استثمار، بالإضافة للإنتاج اللي بيجي منها، واخد بال حضرتك؟ كل التكاليف دي أنا في الآخر عايز عائد شهر، أنا كلفت 100,000 جنيه حطيتهم وديعة، كأنهم وديعة في الأرض في البنك بيزيدوا كل سنة، والتكاليف 50,000، عايز أشوف الناتج خلال 5 سنين بيجيبوا لي ال 50,000 جنيه تاني، واخد بال حضرتك؟ بالإضافة إن أنا بعد كده أبدأ بيجي لي عائد برعي الأرض، حوالي مثلا رعاية الفدان بعد 5 سنين بيكلفني حوالي 5,000 جنيه ولا حاجة في السنة، بيجيب لي الفدان حوالي مثلا 5 طن، ال5 طن دول لو في 10 ب 50,000، يعني أنا صرفت 5,000 قول 10,000 جالي 40,000 جنيه، هو أنا إيه عايز إيه أكتر من 40,000 جنيه؟ هو دي التكاليف المتغيرة بقى اللي أنا بصرفها اللي هو الري والتسميد والمكافحة، خليني صرفت 10 على الفدان جاب لي 50,000، أطرح ال10 من ال50 بدل ال40، ده صافي أرباح التكاليف المتغيرة، لكن الأرض كمخزن للقيمة ال 100,000 وال 50 التكاليف بتزيد كل سنة وبيجي لي التكاليف المتغيرة، أنا مشروع يجيب لي أكتر من كده، طب إذا كان الزيتون يجيب لي كده يبقى أحسن من العنب وأحسن من المانجا وأحسن من الـ من الـ من الموز، اللي أنا عشان أزرع مانجا وأزرع عنب وأزرع موز هشتري الفدان الأصلي ثمنه عليا ما بيقلش عن 1,000,000 جنيه النهاردة، تمام؟ عشان بمليون جنيه، بالإضافة إن تكاليف الثابتة حتى في خلال الثلاث أربع سنين عبال ما تنتج الأرض بتوصل ل 100-150,000 جنيه، وفي الآخر بيجيب لي 30-40-50,000 جنيه، طب أنا الزيتون بيجيب لي 40,000 جنيه والأرض اللي هو عايزها أقل عشر ثمن الفدان، أنت واخد بال حضرتك؟ بالإضافة لنص التكاليف الثابتة، بالإضافة لي ما يجيش نص التكاليف المتغيرة اللي هي الري والتسميد، بيحتاج معاملات أقل من الثانية. وارض لسه بور دي وجيده وبكر وما فيش اي حشرات ولا امراض، وبيديني بتديني 40,000 جنيه زيتون، يبقى انا ازرع زيتون واخد ارض بثمن قليل وفيها مستلزمات الانتاج موجوده من كهرباء وميه وارض جيده، هي دي بدايه انشاء العاصمه الزراعيه الجديده بالانشاء. احنا شفنا مع حضرتك مرحله الحفر العبارة، عاوزين كمان نشوف مع حضرتك باقي المراحل في المراحل الجايه، حفر الجوار والشبكات الرئيسيه معايا حضرتك وزراعه الشتل، احنا هنا شغالين بالكهرباء وشغالين بالطاقه الشمسيه، احنا عمر الزيتون اللي احنا فيه ده واخد بال حضرتك، عمر الزيتون ده احنا فيه عندنا مساحه اهي قدام حضرتك لو الكاميرا جبنا ارض فاضيه اهي، تمام؟ دي الارض اللي هتتزرع على البير ده، احنا عاملين هنا بيرين، بير عند الكهرباء دي يشغل ال 100 فدان دول، والبير ده يشغل ال 100 اللي جايين دول، معايا حضرتك على خط الكهرباء واحنا ماشيين هنشوف الكلام ده معايا. ده المجتمع الزراعي الاول اللي هننشا عليه المجتمع الصناعي، ثم هننشا عليه المجتمع العمراني الجديد، ودي فكره مشروع العاصمه الزراعيه في المكان هنا. ممكن استاذن حضرتك نروح نشوف الباقي المراحل مع بعض؟ نروح نشوف المراحل. مشاهدينا هنكمل معاكم مراحل إنشاء مشروع العاصمة الزراعية الجديدة، وزي ما شايفين كمان الدولة تدعم الصغار المستثمرين والمنتفعين وشباب المستثمرين في منطقة وادي النطرون. أستاذ عادل زيدان، يعني حضرتك شايف مشروع أو الموظفين التابعين لوزارة الكهرباء أو الجهات الحكومية شغالين في توصيل الكهرباء لهذه المنطقة، يعني عاوز تعليق من حضرتك على العمل ده والمساحات اللي تم توصيل الكهرباء ليها خلال الفترة اللي فاتت. والله احنا هنا انشأنا المشروع على كذا مرحلة، اول مرحلة اللي هي مرحلة ودي بدأناها من حوالي 8 سنين وزرعنا فيها زيتون، وهنشوفها بدأناها ب 50 فدان ثم 50 ثم 50
حضرتك بالنسبه للزراعه، احنا النهارده لاستكمال مشروع العاصمه، وده ان شاء الله باذن الله متارجتين فيه 1000 فدان، احنا عندنا 1000 فدان، فاحنا هنا في المرحله الثانيه من ارض العاصمه، المرحله الثالثه اصلا. لما كنا في البير هناك كنا في المرحله الثانيه، عمر الزيتون اللي كنا واقفين فيه عند البير حضرتك كان عمره بالظبط سنه ونص. عمر الزيتون اللي قدام سعادتك ده عمره بالظبط سنه اللي قدام حضرتك ده، فده طبعا احنا زي ما قلنا احنا عملنا طبعا البير بتاع الارض اهو 100 فدان تمام، واحنا اللي هناك دول كنا فيه 100 وبنعمل بير ل 100 تانيين معايا حضرتك، وهنا ال 100 اللي احنا عاملين لهم البير ده، وهنشوف دلوقتي الاوض بتاعتهم اهي، وادي محط وادي المحاول بيركب لهم اهو. فاحنا عملنا البير وزرعنا وبندخل بقى اي محاول الكهرباء اهو تمام، لان احنا كنا الاول شغالين على السولار السنه اللي فاتت دي كلها، وبعدين دلوقتي دخلنا الكهرباء زي ما حضرتك شايف. فدي تاني مرحله، ودي تقريبا 200 فدان، يعني احنا قلنا 50 في 50 ادي 100، وبعدين 100 يعني 100 من 50 في 50 من 8 سنين، وبعد كده ال 100 اللي كنا واقفين فيها و100 جنبها لسه هتتزرع، ادي كده 300 فدان، واحنا هنا في 200 فدان ادي 500 فدان. دول دي المرحله الثالثه اللي احنا واقفين فيها دي، هنروح تاني ان شاء الله باذن الله استكمال المرحله الثالثه باذن الله في 500 فدان. هنشوف اول 200 فدان شغالين فيهم بعد دول على طول، بنحفر فيهم الجور، وان شاء الله بعديها على طول هوري لحضرتك بقى ال 300 فدان اللي اتزرعوا برضه بالفعل بس لسه مزروعين بقى لهم 6 شهور، ودول احنا مشغلينهم كلهم بالطاقه الشمسيه. طب ممكن نروح مع بعض نشوف الباقي المشروعات ان شاء الله. اتفضل. مرحلة تانية من مراحل إنشاء مشروع العاصمة الزراعية الجديدة، وهي مرحلة التجوير، وزي ما شايفين الحفار شغال وبيعمل جور لتمهيدا للزراعة. عاوزين نفسي عاد نتكلم على هذه المرحلة وعلى الجهد المبذول في استصلاح مساحة تانية تضاف إلى المساحات اللي تم بالفعل استصلاحها وزراعتها وكمان في إنتاج منها. والله حضرتك طبعا دي المرحله، احنا قلنا على مرحله دق البير وحفر البير يعني واستخراج الميه بالكهرباء، واحنا دلوقتي في تاني مرحله اللي هي مرحله حفر الجور ووضع الكمبوست والاسمده الكيماويه ومطهرات التربه، وبعد كده تمهيدا لان احنا نغسل التربه، بعد كده نشغل الميه نركب خراطيم الميه الفرعيه ونبدا نغسل التربه، ونبدا بعد كده نخمرها ونحط شتله الايه الزيتون بتاعتنا. فاحنا هنا في المرحله اللي هي الثالثه اللي هي مرحله بين العاصمه، ودي زراعه 200 فدان. احنا اشتغلنا قبل كده شفنا 100، وبعد كده ال 200 اللي كان فيهم البير بالظبط، وبعد كده رحنا عند محاول الكهرباء اللي بنركبه لل 200 فدان تمام. واحنا هنا في اهو يعني احنا لو الكاميرا جبنا ادي اللي احنا كنا فيها الارض اللي كنا فيها اللي بنركب فيها محاول الكهرباء اهي اللي هو بعدها المرحله جنبها، يعني الارض كلها جنب بعضها زي ما سعادتك شايف، 100 في 200 في 200 في ادي 200 اهم بنستزرعهم اهم، لسه دول بنجهز فيهم اهو تمام. دول ال 200 فدان، فاحنا بنحفر هنا بالدقاق الجور اهوت عشان نوضع نحط الكومبوست بقى ونجهز الارض اللي عشان تبقى جاهزه لاستقبال الشتله، وبعد كده نبدا في مراحل الري والتسميد عشان ان شاء الله باذن الله بعد 3 سنين ناخد خير الارض ان شاء الله من الزيتون. ان شاء الله باذن الله احنا نروح نكمل باقي المراحل مع حضرتك باذن الله، المراحل الثانيه اللي بالفعل اتزرعت، ونكمل مع حضرتك في مشروع انشاء او انشاء مشروع العاصمه الزراعيه الجديده. لحد هنا الكهرباء كلها لحد هنا. ادي نهايه عمدان الكهرباء اهي تمام، فهنا لحد هنا الكهرباء، حاول الكهرباء اهو قدامنا هناك اهو، فادي يعني لو شايف ورا العربيه على طول هنا. ولسه الكهرباء هتمد كمان لقدام لحد هنا، تمشي الكهرباء لحد قدام هنا لحد ما تغطي ايه 700 فدان دول. هيبدا بعد كده هنروح دلوقتي على المحطه بتاعه الطاقه الشمسيه اللي بتشتغل 300 فدان، ودول اتزرعوا بالفعل وهنشوفهم دلوقتي. يلا بينا استاذ، يلا We'll be right back.
مشاهدينا زي ما شفنا هناك الجوار كمان دلوقتي شايفين الكومبوست علشان يتم تجهيز الأرض. أستاذ عادل عاوزين نتكلم على عملية تجهيز وتوفير الكومبوست لتمهيدا للزراعة. بس حضرتك زي ما حضرتك شفت احنا قلنا احنا بنحفر الجوار الأول وبعد كده بنحط مطهرات للتربة علشان لو في أي مشاكل في التربة نعالجها، وبعد كده بنحط الكومبوست ونحط بعض الأسمدة الكيماوية. واخد بال حضرتك بعد الكومبوست اللي زي ما انت شايف حضرتك الكومبوست اهوت نازل اهوت الجوار اهي، تمام. بعد كده بنفرد الخراطيم معايا حضرتك تخمر الجوار، تمام. وبعد ما تتخمر بنخمر الجوار بتبقى كده جاهزه ان احنا نحط الشتله بتاعتنا وبنحط الايه الشتل. طبعا دي مساحه ال 200 فدان اللي قلنا عليهم اللي هم دي نهايه ارض الكهرباء. احنا عندنا من ضمن في المشروع 700 فدان دلوقتي اتكلمنا فيهم لحد دلوقتي هم اللي متوفر فيهم الكهرباء. هنا في نهايه الكهرباء زي ما حضرتك شايف ادي نهايه خط الكهرباء اهو، تمام. فهنا ال 100 اللي قلنا عليها 50 في 50 ثم ال 200 التانيين اللي هم 140 والبير اللي بيجهز لل 100 وال 200 اللي فيهم الكهرباء المزروعين عمر سنه، ثم ادي ال 200 التانيين هم في ده نهايه خط الكهرباء، تمام. ودول اللي بنجهز لهم الجوار زي ما سعادتك شايف اهو، تمام. وادي الكومبوست اهو باين قدامك. ده ان شاء الله باذن الله في خلال اسبوعين ثلاثه ان شاء الله لو تقدروا تشرفونا تاني تصوروا تاني تيجوا تلاقوا الارض دي ان شاء الله مزروعه. يتبقى لنا 300 فدان اللي هم بالطاقه الشمسيه، ودول هنا هم في نهايه الارض هنا على بعد بالظبط دول مزروعين 500 متر. دول المزروعين بفضل الله ومع شغالين بالطاقه الشمسيه، وهنشوف هناك الطاقه الشمسيه تمهيدا ان شاء الله باذن الله ان احنا ندخل لهم هم كمان الكهرباء ان شاء الله. استاذ عادل يا ريت، يعني احنا متشوقين ان احنا نشوف التجربه بالطاقه الشمسيه ومساحه 300 فدان. ده الزراعه، وبعد كده بقى نشوف مصنع تخليل الزيتون وزيت الزيتون اللي معمول، ثم بعدها ان شاء الله بقى تشوفوا المباني اللي بدات تتبني يعني ان شاء الله باذن الله. شكرا، شكرا جزيلا استاذ عادل، ربنا يبارك فيك، شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم من مشروع العاصمة الزراعية الجديدة بوادي النطرون في أكبر محطة تقريبا بالمنطقة بتزرع 300 فدان. أستاذ عادل زيدان عاوزين نعرف من حضرتك يعني استكمالا لكلامنا قبل كده في مراحل إنشاء مشروع العاصمة الزراعية الجديدة، عاوزين نتكلم عن هذه المحطة والمساحات اللي بتخدمها وبتستفيد منها سواء في زراعة الزيتون برا أو التكلفة الخاصة بهذه المحطة. والله بص حضرتك احنا طبعا زي ما قلنا لحضرتك ان المشروع عندنا مشروع العاصمة الزراعية احد مشروعات شركة أفرولاند إدارة المشروعات في منطقة وادي النطرون. هنا المشروع هو كله يعني بدايتنا ليه هنا 1000 فدان، تمام. ال1000 فدان احنا زي ما حضرتك شفت في قبل كده احنا زارعين لحد دلوقتي 500 فدان تم زراعتهم بالكامل دول بالكهرباء، وفي 200 فدان بيجهزوا برضو اللي احنا شفنا فيهم الجور والكومبوست دول بيجهزوا برضو دول بالكهرباء، تمام. يبقى كده 700 فدان، 500 منهم مزروعين اعمار 8 سنين واعمار 5 سنين واعمار سنتين واعمار سنه واعمار لسه بتتزرع 6 شهور. يعني ده كده ال 700 اللي فاتوا دول كلهم كهرباء، تمام. هنا ال 300 دول بقيه ال 1000 فدان دول بيتزرعوا بالطاقه بيتروا بالطاقه الشمسيه زي ما سعادتك شايف. دي اكبر محطه طاقه شمسيه موجوده في وادي النطرون تقريبا بتقدر انها تخدم 300 فدان. دي مشغله برين، تمام. دي ان شاء الله احنا الحمد لله هتطلع دلوقتي حضرتك معايا وتشوف احنا زارعين الحمد لله بالظبط بقالنا 3 شهور زارعين الزيتون اللي حضرتك هتشوفه ده ومركبين له السندات بتاعته، تمام، استكمالا لزراعه ال1000 فدان او زراعه المجتمع الزراعي اللي هيقوم عليه المجتمع الصناعي اللي هو المصنع اللي احنا عاملينه اللي حضرتك هتشوفه والمجتمع العمراني اللي هيقوم على هذه المنطقه. طبعا ده نموذج لكل المستثمرين اللي موجودين في المنطقه، كل المستثمرين اللي في المكان ده نموذج بالنسبه لهم ان احنا يعني احنا ان شاء الله باذن الله بعد كده هندخل كهرباء لل 300 فدان دول، لان ال 1000 فدان كله على بعضه، بس احنا بنحاول نسابق الزمن
ونسبه توقعات عملائنا اللي هم هينضموا لينا في المرحله اللي جايه ان شاء الله. فدي طبعا زي ما انت شايف ادي محطه الطاقه اللي بتخدم ال 300 فدان، ودي نهايه ال 1000 فدان في العاصمه الزراعيه. يعني احنا زرعنا الحمد لله كده 800 فدان، بقينا 200 فدان بس اللي فيهم الجور والكومبوست اللي حضرتك شفتهم، 300 بالطاقه الشمسيه، 500 بالكهرباء، 200 كمان بالكهرباء اللي بيجهزوا عشان يتزرعوا، يبقى كده دول ال 1000 فدان بتوع العاصمه. بدانا انتاج الحمد لله، عندنا 200 فدان بينتجوا الحمد لله، ودول اللي اتعمل عليهم المصنع بدايه، واخد بال حضرتك، ودول احنا احنا ان شاء الله باذن الله هننزل نصور في ال 50 اللي فيهم المصنع اللي هم بقالهم 4 سنين، وال 50 الثانيه اللي بداناها من 8 سنين هنصور فيهم ونوريكم النموذجين ان شاء الله باذن الله، ويبقى احنا كده كملنا المجتمع الزراعي بتاع العاصمه الزراعيه، يبقى ان المجتمع الصناعي اللي هو المصنع اللي هو بتاع التصنيع الزراعي، ويبقى ان ان شاء الله باذن الله نشوف بقى البيوت اللي الناس هتبنيها هنا ان شاء الله باذن الله، والمجتمع العمراني اللي شفناه بره على اول الطريق في بدايه المشروع على الاسفلت اللي هو المحلات التجاريه، وان شاء الله يبقى فيه باذن الله مباني على النسب القانونيه اللي هي ال 84 متر على كل فدان باذن الله، النسب على اللي هي ال 2% على الكتله الزراعيه بتبني 2%، فدي هنبنيها ان شاء الله يا اما مجمعه يا اما متفرقه، ويبقى احنا كده بفضل ربنا سبحانه وتعالى من اوائل الشركات اللي بتشتغل في التنميه المستدامه، اللي بتشتغل في الزراعه من اجل التصنيع تمام ومن اجل البناء، فان شاء الله باذن الله نشوف ده يعني نستكمل في الارض بقى اللي انتجت والمصنع اللي بيصنع، وتشوفوا الحاجات دي معانا دلوقتي ان شاء الله باذن الله. يا ريت الانتاج الحيواني اللي هو على 10 فدادين محطه كامله لانها تشيل 1000 راس انتاج حيواني، هنشوفها برضو في العاصمه. نروح نشوف مشاهدينا، نشوف الباقي المراحل الانشاء وباقي المشروعات، نشوف مع الاستاذ عادل زيدان. يلا بينا استاذ عادل زيدان. استاذ عادل زيدان، كمان احنا دلوقتي عند حوض التسميد، عاوزين نعرف من حضرتك وظيفه حوض التسميد في اللي بيشتغل من خلال بئر جوفي بيعتمد على الطاقه الشمسيه. وظيفه حوض التسميد حضرتك ان انا بحط الاسمده بدل ما اوزعها على الـ 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 الشجر كل حاجه لوحدها، كل شجره لوحدها او كل حوشه لوحدها، انا بحط التسميد كله في الحوض ده عشان اضمن ان النباتات يوصل لها كل السماد بنسب متساويه، فيكون عندي اعمار الشجر كلها متساويه، عشان بعد كده لما اجي اشتغل بالهيدروليك اللي هو المكن اللي هو بتاع الجمع، يبقى عندي الشجر كله تقريبا في احجام متساويه وقريبه من بعضها نتيجه عمليه التسميد اللي هنا، التسميد اذا كان التسميد الازوتي او التسميد الورقي تمام بنسب متساويه. فده الحوض تمام اللي هو بياخد البير ده بيطلع ميه بيرمي هنا بيسحب على المساحه، وده الزيتون اللي قلت لحضرتك مزروع بقاله 3 شهور يمكن، باقي من الشتلات هنا اهي في بقيه من الشتلات، وادي محطه الطاقه اللي موجوده عند سعادته، وادي غرف العمال اللي هي بتدير المكان وغرف المعيشه للناس اللي موجوده، وان شاء الله دي تكون غرفه المحول ان شاء الله باذن الله اللي احنا هندخله استكمالا لخط الكهرباء اللي واصل ل 700 فدان، وان شاء الله هنوصله هنا لانه من هنا بالظبط 300 متر او 200 متر هنوصله هنا ان شاء الله، وتبقى دي برده كمان بالكهرباء، ونشيل محطه الطاقه نركبها على حته ثانيه وهكذا، ونبقى ان شاء الله باذن الله مكملين باذن واحد احد. فان شاء الله باذن الله يعني نقدر نقول لحضرتك ان احنا كده يعني الى الان انهينا المجتمع الزراعي الاول اللي هو الالف فدان اللي هو مقسم لتقريبا 5 مراحل، المرحله الاولى كانت 50 في 50 تمام، المرحله الثانيه كانت 200 فدان، المرحله الثالثه كانت 300 فدان، المرحله الثانيه سوري المرحلة الأولى 200 فدان، المرحلة الثانية 200 فدان اللي كان فيها البير 100 مزروعة و100 هتتزرع بالبير اللي بيتعمل، ادي 200، والمرحلة الثالثة كانت 200 فدان، والمرحلة الرابعة 200، وادي المرحلة الأخيرة اللي هي الخامسة 300 فدان اللي احنا دول 1000 فدان بكورة مشروع العاصمة الزراعية الجديدة يتم تكراره بإذن واحد أحد في غرب المنيا، ثم في طريق الأقصر أسوان الغرب الجديد تحديدا فوق قرية المحميد الإبلية الجديدة، يعني في يعتبر في زمام إسنا فوق قرية الرزاقات كده بالظبط إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، احنا لسه معانا كمان هنروح لمحطة الإنتاج الحيواني والمصنع، وإن شاء الله شكرا جزيلا. نشكر حضرتك ونشكر أستاذ.
كمان احنا قدام النهارده اكبر مزرعه انتاج حيواني تقريبا في المنطقه، تسع حوالي 1000 راس ماشيه. استاذ عادل، ازاي كلمنا عن هذه المحطه اللي جاري انشائها لاستيعاب 1000 راس ماشيه؟ لحظه دي احنا طبعا العاصمه الزراعيه لازم يبقى فيها انتاج حيواني ودجيني وسمكي زي الانتاج الزراعي اللي احنا شفناه، فدي محطه انتاج حيواني على 10 افدنه ل 9000 راس ماشيه للتسمين. دي تحت الانشاء زي ما حضرتك شايف على 10 افدين كلها، يمكن احنا حافرين هو الحفر بتاع الحوائط اللي جوه عشان تتعمل على العنابر اللي جوه، ودي المحطه كلها اهي زي ما حضرتك شايف. دي بطول يعني بعرض كده 150 متر، في عمق حوالي 300 متر، فاحنا طبعا ال 3000 متر يعني مساحه لا يعني لا مش 3000 متر، بنتكلم في 150 متر واجهه، في عمق 300 متر هياخد من 10 فدادين، واخد بال حضرتك؟ فطبعا دي دي محطه كبيره ان شاء الله بننشئها باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله يعني 3 سنين كده بالكتير وتكون شغاله كلها باذن واحد على الانشاءات اللي انت شايفها دي باذن الله ان شاء الله. استاذ عادل شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لمصنع الزيتون. مشاهدينا، احنا دلوقتي في اكبر مجمع للقيمه المضافه للزيتون، احنا دلوقتي في مصنع تخليل الزيتون. استاذ عادل زيدان، يعني عاوزين نعرف من حضرتك هذا المشروع ضمن العاصمه الزراعيه الجديده، تعليق على هذا المشروع وانشائه او تاريخ انشائه واهدافه. بص حضرتك، احنا زي ما اتفقنا ان رؤيه الدوله هي اقامه مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد من خلال مشروعات استصلاح الاراضي والاستثمار الزراعي في هذا القطاع، قطاع اصلاح الاراضي اللي الدوله دلوقتي بتوليه اهتمام كبير جدا، وده شفناه في مشروع المليون ونصف المليون فدان، وشفناه في قانون 144 لسنه 2017 اللي السيد الرئيس اصدره، تمام. فطبعا احنا استكمالا الزراعه دي او زراعه الزيتون، الزيتون بيزرع من اجل التخليل وزيت الزيتون، تمام كده. فطبعا احنا بنقول ان ده مجتمع زراعي صناعي عمراني. احنا شفنا المجتمع الزراعي كلنا مع بعض مراحل العاصمه الزراعيه في الخمس مراحل وزراعتهم الكهرباء والطاقه الشمسيه، ودلوقتي كل الانتاج ده هيتم تصنيعه وعصر عمل تصنيعه من خلال التخليل وزيت الزيتون. فالمصنع ده هو نهايه طبيعيه للانتاج اللي في المنطقه كله، اللي هو هنا بيستقبل انتاج المنطقه كلها من الزيتون سواء للتخليل او لزيت الزيتون، وبيستقوي يكون هو باكوره اعمال يعني باكوره التصنيع الزراعي في المنطقه، ويبقى احنا كده بنستكمل كل مفردات الاستصلاح ومفردات الاستثمار الزراعي بشكل الجديد وبرؤيه الدوله ورؤيه السيد الرئيس اللي هو التصنيع الزراعي. فطبيعي احنا بنقول ان المنطقه هنا اكثر ما تنتجه هو زيتون، افضل ما تنتجه هو زيتون، تمام. فبالتالي لابد ان احنا نعمل له تصنيع مصنع لزيت الزيتون ولتخليل الزيتون، وهو ده الصرح اللي حضرتك موجود فيه، وده بيستقبل كل انتاج المنطقه بالاضافه لانتاج العاصمه الزراعيه، وبننشئ جنب منه مجموعه محلات بره للتسويق ان شاء الله، وانت تقدر اي زائر للمنطقه بيجي هنا ياخد يشتري زيتون او يشتري زيت زيتون من هنا من المصنع. ودي طبعا ده كله في منطقه وادي النطرون، وان شاء الله باذن الله هننقل التجربه دي فيما بعد الغرب، غرب المنيا ثم للاقصر واسنا ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ عادل. مشاهدينا، شفنا 1000 فدان تم استصلاحهم واستزراعهم من قبل شركة أفرولاند لإدارة المشروعات، مشروع كبير باكورة لإنشاء مشروع العاصمة الزراعية الجديدة في منطقة وادي النطرون. مش بس كمان مجتمع زراعي على مساحة 1000 فدان، لا كمان في مجتمع صناعي مجمع زيتون، وكمان في إنتاج حيواني، مزرعة إنتاج حيواني على مساحة
10 أفدنة 9000 رأس ماشية، مشروع عملاق، مشروع كبير في منطقة واعدة وهي منطقة وادي النطرون. نتمنى الفترة اللي جاية يكون في إقبال على هذه المنطقة اللي بتشهد بالفعل زخم كبير من رواد إعمار الصحراء. تابعونا في برنامج من سيزرع المليون، ومعكم شعبان بلال. أحلى شباب والصحراء الصفراء تخضرة، وساعدنا بإيدنا نطورة، بسم الله على الله توكل حد. أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية.